اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه شوف تي في. مرحبا بكم مباشره من عاصمه الفوسفات مشاهدي قناه شوف تي في، وبالضبط من قاعه الامل هنا بمدينه خريبكات. يمكن ما تشوفوا معنا كواليس بطوله رياضة تنين العرب. خليكم معنا مشاهدي قناة شوف تي في، نشوفوا معنا الأبطال المغاربة اللي فيهم وليداتنا وفيهم أخوتنا، اللي أكيد دائما سنحاول أننا نشجعوهم على الرياضة، نبغوهم نشوفوهم يعني تيلجؤوا ويمشيوا للرياضة أحسن من أننا نشوفوهم يعني تيملؤوا وقت الفراغ ديالهم بشي حاجة اللي ما ترجعش عليهم بالنفع. فتشجيعاتكم لأبطالنا المغاربة، تشجيعاتكم لوليداتنا، تشجيعاتكم كم الخوتنا، وهذا المباشر وريوه لوليداتكم والخوتكم للتشجيع. اكيد مشاهدي قناه شوف تي في نتمنوا كاع نشوفوا كاع الوليدات يعني في بطولات. فخليكم معنا غادي نحاولوا ننزلوا ونشوفوا عن قرب. فللتذكير حنا مازلنا معكم في قاعه الامل مع الأبطال ديالنا المغاربة. حاولوا نتقربوا أكثر من الأبطال ديالنا ونشوفوا يعني شوفوا هادو اللي بداوا بعدا. اكيد خوتي مازال غادي ناخذوا تصريحات باش نتعرفوا على اكثر على رياضه تنين العرب وهذه البطوله اكيد اللي كتجرى اليوم بقاعه الامل. هذا المباشر وريوه لوليداتكم للتشجيع اكيد باش كاعنا نشوفوا الوليدات ديالنا يديروا الرياضه، وهذه رياضه التنين العرب. الله الله ما شاء الله، ربي يحفظهم. اذا غنمشيو نشوفو هادو، شتنا الاطفال غنشوفو تاني. خليكم معنا مازال غادي ناخذوا ارتسامات، غادي ناخذوا تصريحات، كما قلت غادي نزيدوا نتعرفوا على شنو هي رياضه التنين العرب وكذلك هذه البطوله اللي اليوم تنشوفوها في قاعه الامل. لكن قبل ذلك بغيناكم خوتي تشوفوا معنا يعني هاد اللقطات، لأن يعني كما قلت هادو خوتنا، هادو وليداتنا، هادو أبطال مغاربة إن شاء الله، اللي إن شاء الله كنتمناو أنهم يشرفوا المغرب ويرفعوا راية المغرب في بطولات لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن.
غدا نخليكم معنا مشاهدي قناه شوف تيفي، غادي نحاولوا نتعرفوا اكثر كما قلت ناخذوا تصريحات ونتعرفوا اكثر على رياضه التنين العرب هنا من قاعه الامل بمدينه خريبكة. أهلا وسهلا عادل، مرحبا بك خويا عادل. بغينا اليوم نتعرف متتبعي قناة شوف تيفي برياضة التنين العرب، لأن كاين اللي ما يعرفش هذه الرياضة، ومن خلالكم نتوما من تصريحاتكم غادي نزيدوا نتعرفوا أكثر. والهدف من هذه البطولة اليوم شكون اللي حضر معنا؟ شكرا الأخت نادية على المجهودات التي تقوم بها بنشر هذه الرياضة في هذه الجهة بصفة عامة وعلى الصعيد الوطني. إذا احنا فخورين بالصحافة ديال شوف تيفي لأنها تتقوم بالتغطية للمجموعة ديال الأنشطة ديالنا، والحمد لله عادل الورديش كما تتعرفوا هو رئيس اللجنة الجهوية لجهة بني ملال الخنيفرة لرياضة التنين العرب. بالنسبة لهذه البطولة الوطنية الاستعراضية اللي تقوموا بها على الصعيد الوطني، بحيث أن استضفنا جمعية العيون السيد الأستاذ وصيف، جاءوا من العيون من الدار البيضاء، جاءوا الإخوان من سيدي سليمان من آسفي من مجموعة ديال المدن. احنا قمنا بتنظيم هذه البطولة بتنسيق مع الجمعية تاع المدينة اللي هي جمعية النور للرياضات النشيطة كما تتعرفوا، وأن تقوم بواحد المجموعة ديال الأنشطة وتحفيز هاد الوليدات، لأننا بغينا نخرجوهم من هذاك الروتين ديال الوباء ديال كورونا. وكذلك كانت الفترة ديال الامتحانات وكان واحد المجموعة ديال التراكمات اللي بغينا نقولوا على الوليدات. إذا اسمح لي واخا أنني ما جاوبتش على السؤال ديال التنين العرب لأنني غنجاوبكم، ولكن المستحسن أنني معنا الرئيس اللجنة الوطنية لرياضة التنين العرب اللي هو السي مهدي السهل اللي هو الرئيس، وتنحترم السلم الإداري على أساس أنه يقوم هو من الأحسن أننا نقدر نعطيكم بالنسبة للتنظيم ونعطيكم بالنسبة للأجواء اللي كاينة هنايا في القاعة، وبالنسبة للناس اللي حضروا، وبالنسبة كتعريف لهذه الرياضة نشوف السي المهدي. نعم السي المهدي نمشيو عنده. واخا مهدي السي المهدي السهل لأن هو الرئيس اللجنة الوطنية، وحنا الحمد لله حنا فخورين في هذه المدينة أننا ننشئوا هذا الجيل الرياضي بشعار الرياضة للجميع. وكذلك بغينا نخرجوا هذ الوليدات من ذاك الروتين ديال هاد الضجة اللي كاينة ديال الهجرة السرية، وكذلك التفاقم ديال الانتحارات، التفاقم ديال المخدرات. تتشوفوا بأن هاد الأوساط العائلية بأنها ولات تعاني الوليدات ديالهم من هاد المشكل. حنا تنحاولوا هاد الوليدات أننا نحبسهم. السي المهدي هو التحق لنا، السي المهدي رئيس اللجنة الوطنية هو يعرف لكم براسو. بسم الله الرحمن الرحيم، تنشكركم على المجيء ديالكم لتغطية لهذ البطولة اللقب الوطني الاستعراضي. بات اللجنة الوطنية إلا أن تخرج واحد العدد ديال واحد المنافسين اللي من الطراز العالي بالنسبة للجنة الوطنية، واليوم كنشوفوا حضور ديال الجهات العيون الساقية الحمراء، كنشوفوا الحضور عندنا الضياف في خريبكة الحمد لله. كيف ما قلنا جهه العيون اللي نزلت بالثقل ديالها باش تعطينا واحد النكهه لهذه البطوله، وكذلك جهه طنجه تطوان، جهه الرباط صلاه القنيطره، وجهه جهه درعا تافيلات، وجهه كذلك جهه مراكش اسفي، وجهه بني ملال الخنيفره المحتضنه للحدث. رياضه معك مهدي الشهل، عفوا باش نسيت السؤال ديالك. مهدي الشهل رئيس اللجنه الوطنيه المغربيه للتنين العرب. اليوم كيف ما كتشاهدوا اليوم كان واحد التنافس على اللقب ديال اول لقب بالبطوله الاستعراضيه. ما بغيناش نديروا النزال كيف ما هو في القوانين نظرا للحاله الوبائيه، فرصينا اننا نحاولوا اننا نديروا لو ماكسيموم باش نيفيتاو كاع الحالات ديال الوبائيه. ولله الحمد والشكر الجزيل للسلطات الاقليميه على الصعيد الوطني اللي
قدمت كل الدعم باش 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 يلتحقوا الممثلين ديال المدن ديالهم بهذه البطوله. كيف ما قلنا رياضه تيم العرب من الرياضه الدفاعيه على غرار الرياضات الاخرى اللي عاطيه اشعاع للمستوى الوطني وكنضاوي تحت اللواء الجامعي الملكي المغربي للايكيدو. بالنسبه للرياضه هي رياضه فيها القتال العلوي بالايدي وبالارجل زائد الاخداع والتثبيت، يعني كتشمل القتال العلوي والقتال الارضي. وكيف ما قلنا اليوم كاين مجموعه ديال الرياضات اللي كتمثل الجذور ديالها، مثل الرياضات اليابانيه، مثل الكاراتيه، الايكيدو، الجودو، مثل الرياضات الكوريه التايكواندو، مثل رياضه الكيك بوكسين في الولايات المتحده الامريكيه. اليوم جاء الدور ديال العرب باش انهم يعطيو حتى هما الرياضه ديالهم، وحاولنا من خلال المبدا اللي قام به الدكتور شهدي رجب المؤسس ديال هذه الرياضه على انه يضيف فيها واحد التقنيات اللي كيمتازوا بها العرب. ولله الحمد بالرياضه اصبح الاسم ديالها على المستوى الدولي رياضه تنين السلام، باش نحاولوا نوصلوا للعالم باننا عندنا رياضه دفاعيه اللي حتى حنا كنبارطاجيوها مع لو موند. وكنظن على ان النهج ديال اللي نهجها اللجنه الوطنيه المغربيه من خلال مجموعه من اللقاءات سواء التداريبيه او اللقاءات المبارزه اللي كانت في هذه الظرفيه، ولله الحمد استطعنا اننا نواكبوا هذه المجموعه ديال الانشطه بفضل الثقه ديال العدد الكبير ديال الجمعيات اللي نضاوها تحت اللواء اللجنه الوطنيه. وكذلك الشكر بهذه المناسبه للاباء والاولياء والاصدقاء والجمعيات ورؤساء الجمعيات والانديه اللي اليوم جات على اساس انها تحتفل معنا بهذا العرس الرياضي. وكنشكر الجميع وكنشكر كل من دعانا من قريب وبعيد وجاء هذا العرس الرياضي بمدينه خريبكة. وشكرا للمنبر ديالكم مجددا اللي الحمد لله احنا من بعيد من جهه رباط خليطره وكنشوفوا عده لقاءات كتواكبوها في هذه القاعه بالضبط، وهذا الشيء تيجي الا انه يشرفنا ويعطينا واحد الامل فيكم باش تزيدوا انكم تدعموا رياضتنا اكثر. وكنشكركم جزيل الشكر. شكرا السي مهدي. لكن ممكن اخت ناديه واحد البطل اللي فاز بجوج مباريات هذا سي كلمه. الحمد لله ربحت جوج مقابلات بفضل الاستاذ ورديش جمعيه نور خريبكة. شكرا. تبارك الله عليك اخت ناديه. شنو تقول لوليدات بحالك؟ شنو تبغي تقول لاصدقاء ديالك والوليدات اللي في العمر ديالك؟ مارسوا الرياضه بزاف وما تبقاوش تاوموا. ياك برافو عليك. عندنا اصغر مشارك اخت ناديه، عندنا زياد فريكشي ربحت هو في مباراه. قولها زياد. قولها زياد. شكرا. ربحت شكرا. شنو تقول الاصدقاء ديالك؟ شنو تقول لصحابك؟ يجيو لاصال. برافو. الاخت ناديه عندنا مدير الدوره اللي جانا من الرباط الاخ ورديش منير. بنته بنية ما تسميش اخ مدير الدورة. مدير الدورة اللي بغى يقول واحد الكلمة. سي منير مدير الدورة ورديش منير كان شي كلمة. السلام عليكم. مرحبا بكم عندنا. اولا شكر الموصول للقناه شوف تي في على هذه التغطيه، والشكر الخاص للاخت ناديه على المواكبه لهذا النشاط الرياضي. بصراحه ماشي اول مره انني متبع لاباج ديالكم، وانني كنشوف اخت ناديه عضو نشيط، وانها بصراحه هذا هو الدور ديال المجتمع المدني. بصراحه كتلعب دور كبير الاخت ناديه انها تبلغ رسائل واضحه تشجع الشباب على الرياضه. مهم بزاف الرسائل بخصوص هذه البطوله. هذه البطوله بصراحه كانت هي واحد من بين الاهداف ديال خارطه الطريق اللي وضعتها جمعيه النور للرياضات. اولا تاهيل نفسي للوليدات والشباب واليافعين بخصوص يعني التاطير النفسي كما قلنا على حقاش حنا كندوروا بواحد الازمه ديال جائحه كورونا. ثانيا هو الرساله الثانيه اللي وجه في هذه البطوله اللي بصراحه ارسلنا هذه الرساله اسيت ميساج انديريكت، هو البارتيسيبي ديال المشاركه ديال عصبه الساقيه الحمراء
العيون يعني هذا شرف لنا ومشاركة لهذه الجمعية. وهذه رسالة كما قلنا مشفرة واضحة، هو انتماء البلد ووحدة البلد من طنجة إلى القويرة تحت شعار الله الوطن الملك. صراحة هذه رسالة قوية. والبطولة كما كتلاحظوا أنها كتدوز في جو عائلي أولا وجو رياضي بالتدابير الاحترازية اللي موضوعة الدولة. وصراحة أنا هذا الشيء كيشجع، يعني كيشجع باش كتشوف أن المشاركة العدد المشاركة. وكنتمنى من الله العلي القديم أن تكون واحد الالتفاتة ديال الناس المسؤولين والناس المنتخبين بخصوص هاد الجهة، لأن كاين واحد شوية تقصير، ما نقولوش تهميش ونقولوا تقصير ولا نقولوا نسيان ما نحاولوش، يعني كاين واحد شوية تقصير، يعني ما كنلاحظوا أن ما كاينش الدعم، يعني هذا دعم كيكون شخصي بالنسبة للجمعيات. وهذا يعني كنحاول أن نبلغوا الناس بلا أننا عندنا مواهب، يعني خصنا نسقلوها ما نهرسوهاش، خصنا نسقلوها، خصنا نزيدوا بها واحد الدفعه للقدام، لان الاوبجيكتيف ديالنا هو شنو هو؟ هو ان تكوين واحد الجيل، لان كون نافع لهذا الوطن. وباش ما نطولش عليكم نخليكم ان شاء الله في هذا الجو الرياضي. وشكرا مره اخرى لشوف تي في وبالخصوص الاخت ناديه، لان بصراحه عندها واحد العمل جبار لتبليغ بزاف الرسائل، وكدير واحد الدور ديال العمل الجمعوي والمجتمع المدني بزاف. شكرا شكرا لكم مره اخرى. اكيد حنا كنتعاونوا، حنا دايرين يد في يد صحافه مجتمع مدني. يعني خليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في، نحاولوا ناخذوا الابتسامات ونقلب على الضيوف اللي جاونا لمدينه خريبكه. ما كرهناش حتى هما، نرحبوا بهم، اعطونا الكلمه. شفتك استاذ فريد، استاذ فريد اهلا وسهلا، شفتك وبغيت انك تعطيني كلمه وتعطيني يعني ابتساماتك يعني في هذه البطوله هذه. مرحبا بك استاذ فريد. شكرا الاخت ناديه، وتحيه لكل متتبعي قناه شوف تي في من مدينه خريبكه. سعيد بالحضور ديالي اليوم كضيف شرف في هذه التظاهره ممثلا للمنظمه الدوليه لدعم الحكم. الحمد لله، هذا 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 شرف لنا، شرف هالتظاهره هذه انها تكون كتستضيف نادي تنين الصحراء من مدينه العيون الاقاليم الجنوبيه العزيزه على قلوبنا طبعا. وقلت لك انا اليوم حضرت بناء على الدعوه اللي وجهت لنا جمعيه نور شخص السيد الرئيس الاستاذ ورديش ممثلا للمنظمه الدوليه لدعم الحكم الذاتي للصحراء هنا بمدينه خريبكه. وهذه التظاهره يعني كتبين على روح التضامن وروح الوحده الوطنيه اللي كتجمع الاقاليم المملكه بالاقاليم الجنوبيه في يعني في الخطوه لتبادل الخبرات والمهارات بين الانديه المشاركه، وايضا في تبادل الثقافات، دليل على انسجام الابطال المشاركين هنا بكل الفئات، يعني الفئات الصغرى او الكبرى كان واحد الانسجام بيناتهم، وهذا دليل على ان كل المشاركين كيمثلوا دولة واحدة ووطن واحد وهو المغرب الحبيب. وكنوهوا بهاد التظاهرة وبهاد المنافسة، وكنرحبوا هنا بالممثل ديال نادي تنين الصحراء. مرحبا بكم، مرحبا مرحبا وسهلا بهم، مرحبا وسهلا بهم، والله الا مرحبا وسهلا، ونورتوا مدينه خريبكه اليوم، واهلا بكم بين الاخوه ديالكم هنا في مدينه خريبكه. ونخلي لهم الكلمه باش يعبروا لنا على الارتسامات ديالهم. السلام عليكم، وصيف محمد، مدينه العيون الساقيه الحمراء. اييه محمد الوصيف، رئيس جمعية تنين الصحراء رياضة تنين العرب الدفاعية بمدينة العيون الساقية الحمراء، وأمين المال جهة العيون الساقية الحمراء لتنين العرب تنين السلام الدفاعية. شرف كبير أننا نحضروا اليوم في هذه الأجواء هذه وفي هذه التظاهرات. تبارك الله، تبارك الله، لحافلة وتلاقينا مع أبطال توحشناهم على حسب الجائحة ديال الكورونا.
وكنشكر الاستاذ عادل ورديش ورئيسنا رئيس اللجنه الوطنيه وجميع الضيوف اللي كاينين معنا، وكنتمنى من الله تبارك وتعالى ان الامور تمشي مزيان هكا وتكون احسن، ونتمنى من الله عز وجل ان المسائل تفتح لنا اكثر واكثر. جزاك الله خير. اول مره كنجي لخريفكا، هذه اول تظاهره. لا تبارك الله ما شاء الله، خصوصا الاستاذ نور الدنيس والاستاذ ورديش، زعما تبارك الله ما خلاش مجهدو، راه ما شاء الله لقينا ترحاب زوين، لقينا ناس تبارك الله. لا تبارك الله ما شاء الله، اول مع جينا تلفنا الناس هما اللي استهداونا على هنايا. الله يجزيكم بخير، كنشكرهم بزاف على هذه الدعوه هذه، وشكرا لكم وشكرا لشوف تي في تاعنا. شكرا استاذ كريم، شكرا شكرا استاذ، شكرا. اذا مازال مشاهدي قناة شوف تي في، كانت هذه هي الأجواء أو هذه هي الكواليس هنا بقاعة الأمل بمدينة خريبكة. أعطينا الكلمة. أهلا وسهلا، عرفتي راه شفتك وجيت عندك، مرحبا بك، داير بخير، أعطينا شي كلمة بسبب الحضور ديالكم اليوم. كنشوفوا عندكم ان شاء الله اليوم هنا كرئيس لجنه التحكيم، كرئيس لجنه التحكيم ومدرب وحكم جهوي، وكتشوفوا بعد النشاط هذا ما كان الوباء ديال كورونا، يلا اليوم ان شاء الله بدينا بهذا النشاط ان شاء الله. هاد الوليدات في المستوى حنا كنحفزوا الوليدات باش يمارسوا هذه الرياضه، وكمشي يبقاو الوليدات ديما تابعين الرياضه ان شاء الله. المستوى ديالهم؟ المستوى ديالهم الحمد لله مع ما كانوا واقفين، الحمد لله كل شيء بخير الحمد لله. يعني بحال دابا كدير لهم عاود واحد الدفعه من جديد. يلاه الدفعه من الاول ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. ان شاء الله استاذه مرحبا. عندكم اليوم ناس العيون رحبتوا بهم؟ مرحبا. راه معروفين بالجدد. جاو مرحبا بهم، جاو عندنا مرحبا بهم. ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك اخت ناديه. شكرا. نشوفوا هاد اللقطات مشاهدي قناة شوف تي في قبل ما ننهيو المباشر. تشجيعاتكم مشاهدي قناة شوف تي في دائما منين نشوفوا وليداتنا، الله اكبر، منين نشوفوا وليداتنا يعني تيمشيو للرياضه فلازم علينا اننا نشجعوهم ونزيدوا نشجعوا نعطيو هذا المباشر لوليداتنا يشوفوه. ربما تقصح مسكين، نتمنى ويكون خير. فكما ذكرنا مشاهدي قناة شوف تي في اليوم مدينة خريبكة كتستضيف ناس العيون، كنقولوا لهم مرحبا بكم في مدينة خريبكة، في مدينة اللي معروفة بناسها، الناس الخير، ناس الجد والكرم، تنقولوا لكم مرحبا بكم الناس أو الضيوف ديالنا اللي جاوا من مدينة العيون، كنتمناو لهم التوفيق للجميع إن شاء الله. إن شاء الله البطولة كما تشوفوا معنا كتمر بواحد في أجواء أخوية أسرية عائلية. شكرا لكل واحد ساهم في تنظيم أو إنجاح هذه البطولة هذه. Oh!
تعليق لكم متتبعينا كيف جاتكم هذه البطولة؟ فإلى هنا مشاهدينا ما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.